متابعي قناة التحرير، حصة سكور سبور سعداء بلقائكم وعدد جديد من حصة سكور سبور. هذا العدد سيكون مخصص اليوم للحديث عن دورة أبو بكر الهاني بالقواطين التي اختتمت الجمعة الماضي، والحديث أكثر حول كل ما دار في شؤون هذه الدورة. سعيد باستضافة مسيرين هذه الدورة، السيد سعيد باستضافة السيد بن عمارة عبد الرؤوف مسير في دورة أبو بكر الهاني. أهلا بكم سيدي معنا. مرحبا بك سيدة بشير. نعم لا شكرا، مرحبا بكم. أيضا سعيد باستضافة مسير آخر في الدورة للأخ عثمان بن عمر. أهلا بكم سيدي معنا. السلام عليكم ورحمة الله. نعم مرحبا بكم، نورتونا. أبدأ معكم سيد عبد الرؤوف قبل الخوض في غمار هذه الدورة، كلمة عن المرحوم أبو بكر الهاني رحمة الله عليه. الله يرحمه. بكر الهاني كان إنسان رياضي، كان نعم. محبوب، كان نجم من نجوم حي باب الواد. نعم نعم. وكان رئيس نادي. نعم. سابقا رئيس سابقا نائب رئيس سابق. نعم. وكان خدوم للجهة، وكان سان طيب ياسر بكر الهاني الله يرحمه، وخاصة فريق نجم باب الواد. نعم. نجم باب الواد كان كل شو تقدر تقول بكر الهاني. نعم. نبقى دائما في اختيار الدورة هذه تكونها تكون باسم المرحوم أبو بكر الهاني رحمة الله عليه. كيف جاءتكم الفكرة يعني كمنظمين بالتنسيق أيضا مع الأخ عثمان والبقية المسيرين في هذه الدورة، كيف جاءتكم يعني الفكرة لكي تأخذ هذه الدورة اسم المرحوم أبو بكر الهاني؟ عمد فات باسم درناها الموسم اللي فات. تفضل. في قبل الأدوار الإقصائية ما تم هو توفى العام الماضي، توفى بالكوفيد ربي يرحمه ان شاء الله. الله يرحمه ان شاء الله. وبكر الهاني كان معناها احد اعمدة القواطين في الرياضة ولا في الحياة الاجتماعية العادية. نعم. انسان كما يقول لك كوميك. نعم. انسان بشوش مع الغاشي، وكان يخدم في العيادة تاع خياري. صاحب نكتة وابتسامة. صاحب نكتة وابتسامة. نعم. وكان يخدم عند خياري. نعم. طبيعة العمل عند خياري مانيش عارفينها، فارمني بصح هو مسؤول عند خياري. نعم. كان يخدم الناس، كان يروح يعاون في المرضى، كان خدوم في حوائج الناس، قضاء حوائج الناس. وكان إنسان طيب وبشوش وصاحب نكتة كما قلت، صاحب كبير وصغير. العام اللي فات في الدورة اللي فاتت باسم عبد الصمد، الدورة اللي فاتت العام اللي فات درنا الدورة تاع القواطين في الأدوار الأخيرة باسم ولد الدين غندير صهيب. باسم ابن المسير الدورة هذه، وين هي؟ نور الدين غندير. نعم نعم. توفى. نعم. في الدور الثاني. الدور الثاني. نعم. توفى في الدور الثاني. جاتنا الفكره، قلنا احنا العام الجاي ان شاء الله باذن الله نكرموا بكر الهاني جار تاعنا هذا، ونديروا دوره باسمه، ونساهموا معناها في المساعده تاع العائله تاعه. وكان عندنا معناها اتصالات عديده مع مجموعه من الاخوه، وقال لك ماذا بينا الدوره هذه باذن الله تديروها مجانيه. نعم. وحنا نتكفلوا. كانوا في الموعد. نعم نعم. شكرا على كل هذه التوضيحات سيد عثمان. أعود إليكم سيد عبد الرؤوف. لو عدنا حتى نضع المتابع الكريم في الصورة، ومحب للرياضة في الواد بصفة عامة، وكل محب لكرة القدم بصفة خاصة، كلمة عن الدورات الماضية يعني اللي كنتوا تنظموها يعني. أما قبل من نبدأ عن الدورات الماضية، كما قبلت دورة تاع سهيب منذ متى يعني أنتم تنظموا في كان واحدة 2003-2005 باسم العربي قمودي، وكان درنا باسم عبد الصمد، ودرنا الله يرحمه. الله يرحمه. لا من بكر نديروا الدورات. لا حبيت سؤالي يعني هذه الدورة رقم قداها يعني، رقم كم الدورة هذه؟ العدد ما عداش الإحصاء، العدد ساعدنا دورات. وهل كنتوا يعني تنظموها بصفة منتظمة، أو يعني هناك تباعد في تنظيم الدورات؟ هل كنتوا مثلا كل عام ندير كل عام؟ نعم كل عام. من اللي كان شيف. نعم. حبسنا كي عاد تراب. نعم. ومن بعد زدنا رجع ستاتيف عاودنا درنا. نعم. ومن بعد انجاز. ومن بعد هذه نورمالمون في الترطو هذه النسخه الثالثه هذه النسخه الثالثه. نورمالمون هذه النسخه الثالثه من الجيل السادس الارضيه، سيزيام جينيراسيون. هذا مصادق من الفيفا. نعم الارضيه. هذا حسب السويفي اللي كان يسويفي في امس، كان معايا يقولوا له بشير مريقه. نعم. هذا انجينير احسن ارضيه في الوقت. حكيت عليه الموضوع هذا في الليل، قلت له انا معناها المقارنه ما بين ستات القواطين وستات الاصنام. ستات الاصنام جاني اخضر، وتاع القواطين جاي معناها. قال لي راهو سيزيام جينيراسيون هذا، وين معناها تقدر دير في ماتشات اوفيسيال. نعم.
يعني سوف نتطرق لهذا الأمر في الأسئلة القادمة في الحصة، نتطرق حتى للجرادا يعني وأن يحضروا جمهوره، لأن الأرضية كما أرضية صالحة يعني حتى استقبال فرق من قسم الأول أرضية سادسة. نعم أنا قلنا العشاء جويلة. نعم نعم أبقى معكم سيد عثمان، بالنسبة ندخل الآن في صلب الموضوع، بالنسبة لهذه الدورة دورة أبو بكر الهاني، كيف كانت التحضيرات لهذه الدورة، خاصة أنه الدورة يعني كانت فيها فرق عديدة، يعني تعتبر لم نقل أكبر دورة في الواد هذا الصيف. فكرة بدأت تصل بينا الأخ جعفر بوسعدية، نعم قال لنا وش ما رأيكم مديروا دورة نسموها نجولة تحية من هذا المنبر. نعم نجولة تحية خاصة نعم البطل جعفر بوسعدية. نعم جندي الخفاء، جندي الخفاء وجندي من لا مش خفاء جعفر جندي، لا جندي من جندي من الجنود البارزين. نعم الله يكثر من أمثالنا إن شاء الله. كلمنا أنا وعبد الرؤوف قالنا وش مرايكم بعد في نص دورة الأصنام، كنا نتابعوا في دورة الأصنام ديما نروحوا تم نصوروا وريحوا مع الجماعة، نحللوا في الماتشات مع الإخوة تاع الأصنام، وبداوا يسخصوا فينا احنا جماعة الأصنام وجماعة المريحين الجمهور، يقولوا لي عثمان وقتها تبدو الدورة، قلت لهم مانيش عارف اتصل بينا جعفر هو المحرك الأساسي الدورات في القواطين، هو اللي وضع اللب هو وضع اللبنة الأساسية مثل هكذا دورة. كلمنا واحد النهار نيو الروفة قالنا اقترح علينا اقتراح، قالنا وش ما رايكم نديروا دورة باسم المرحوم مبكر هاني ربي رحمة. نعم ربي رحمة وراي مجانية ما نقبلش دفعات، لا حتى قبل نديروا فيها مجانية دورة. نعم من بكري نديروا شي كل فريق وفريق يتكفلوا بيخلصوا التحكيم. نعم وقلت أنا ما كان حتى مشكل، وقتاش نبدوها قال لي أنا نتصلوا بالفرق، كان فرق اتصلت بينا وكانت فرق أخرى نتصلوا بها. نعم سما في الولاية في العاصمة تاع الولاية هنا كما المصاعبة كما القواطين كما حي الميسان الحياة الشعبية. نعم كما تروازيها تاع الأصنام. نعم ليكيبات هذه وين هم عارفين الدورة، وليكيبات اللي يسكنوا في كونين قمار دبيلة غمرة ما عندهمش علم بها الدورة هذه. نعم. وين لازمنا يعني نتصلوا بهم ونشوفوا مثلا. نعم. نديروها ولائيه دوره ولائيه. نعم. موسعه شوي. نعم. كبروها شوي ونوسعوها، وقال نتصل بهم ونشوفوا احنا ليكيبات هنا ماذا بينا كل حي ما نزودوش منه كما الحي تاعنا احنا درنا القواطين وحدها. نعم. حي ام سلمى حي وحده بصح. نعم. سبع القواطين معنا. نعم. وعرضنا عن فريق سيرنو وقال لك راهم الجوار تاعنا راحوا علينا. نعم. وعرضنا على الغازيل لانهم يعني بحكم انهم جيراننا اقرب الناس لنا هم سيرنو والغازيل. نعم اتصلنا بالصح الصح قال لك مستعدين ان ندخلوا في الدوره والحماس اللي يقوه في الدوره وبعض المشاكل وبعض خلتهم ياسسوا تو جمعيه داروا فيها فريق رسمي. نعم صح تحت قياده باقي حمتين. باقي حمتين حارس. نعم نوصل له تحيه. نعم الاخ باقي وأسسوا فريق البارح على حسب المنشورات اللي داروها في الصفحة تاعهم أنهم يسمى كما يقول كدروا الإدارة من بعد الدورة. من بعد الدورة. نعم. كانت لهم حافز مش ينتجوا للفريق تاع الحي الصحن. نعم. لأن الصحن تجمع ياسر كيبات. نعم. الفيراج وجمعية الصحن خضرة والخضرة. كان ياسر كيبات معناها كان مرحنية كان جهة القرية تاع الصحن منا. نعم ملا جمعوا رواحهم وداروا نحيوهم على المبادرة اللي داروها هذه ويني، وقالك إن شاء الله بالأسابيع القادمة ولا السنين الجاية كونوا الفريق وندخلوا ننقاجوا حتى احنا. نعم. كما تضامن وكما نعم بالنسبه لنبقى معك دائما السيد عثمان، بالنسبه لدوره مثل هكذا كما قلنا يعني تعتبر يعني اكبر دوره هذا الصيف في الواد دوره كرويه او على الاقل من اكبر دورات في الواد من نعم منذ الماضي، بالنسبه لهذا العام دوره ابو بكر الهاني كيف كانت، كم عدد الفرق المشاركه، صيغه المنافسه حتى يعني نضع المتابع الكريم في الصوره يعني قبل عدد الفرق هي 16. نعم. كنا بروغرامين 12. نعم مع الالحاح تاع ليكيبات الاخرى المصاعبه وزينا اربع مجموعات وكان 18. كانت 18. نعم. كانت 18. نعم. بعدنا حنا 16 ومن بعد هنا في القرعه كان مشكل في القرعه نديروا في القرعه صار لنا مشكل نعم قال لك جماعه كما جماعه فوزي اللوس قدموا له تحيه تحيه فوزي اللوس نعم والرياضي اللي شرف الكره والرياضه السوفيه نعم فوزي اللوس ويشرف دوره ويشرف دوره القواطين ويشرف دوره القواطين بالخصوص الانسان المحترم فوزي اللوس ما عجبش الحال قال انا كنت في بروغرامي اني نمشي نشارك في الدوره هذه وين وقع واحد المشكل تكفلنا انا وعبد الرؤوف ورحنا ودبيله انسحبت نعم بقى اشكال ما بينه هو ونزله تاع
طيب خنفور حتى هو بلغوه تحياتنا. نعم. رياضي ممتاز حتى هو. نعم. ودرنا بيناتهم قلنا تفاهموا مع بعض هكا مخرجوا كيب. وجانا فوزي اللاوس وشارك فوزي اللاوس بيناتهم. اي نعم. وعطيه نكهه. يعني استقر الامر على مشاركه كاترين. كاترين. بالرضا ما بين كاترين والناس. لا ككل يعني استقر الامر على مشاركه 16 فريق. 16 فريق. 16 فريق موزعين اربع مجموعات. وجود فوزي اللاوس في الدوره في حد ذاته هو نكهه للدوره. نعم. اضاف نكهه غير عاديه. اعطى نكهه للدورة. نعم. 16 فريق يعني على الارجح يكونوا موزعين اربع مجموعات. أربع مجموعات. كل مجموعة ضم يعني ضم أربع فرق. يعني بصيغة كنت استضفت هنا في دورة أخرى نفس الصيغة. يعني بصيغة كأس أفريقيا القديمة أربع مجموعات. هي أربع. نعم. نعم. بالنسبة للمنافسة سيد عثمان، الفرق 16 فريق موزعين أربع مجموعات، الصعود كل مجموعة يصعدوا منها اثنان يطلع. ربع نهائي ثم نصف نهائي ثم النهائي ثم النهائي. كمتابعين يعني ممكن حتى الأخ بن عمر شاركنا يعني للنقاش، ما هي أهم الفرق يعني اللي اتألقت يعني؟ والله كانت عندنا مفاجأة بغض النظر عن المتوج، متوج باب الواد هو المتوج. نعم. بغض النظر عن فريق متوج، الفرق يعني حتى التي أبلد البلاء الحسن وإن كانت يعني لم يسعفها الحظ في التتويج بها. دورة القواطين ما تتوقعش تلقاه. نعم. احنا كنا متوقعين أن الفرق الباينة حي باب الواد. نعم. نجم باب الواد. نعم. وفريق ليفربول. نعم. وفريق تكسبت بحكم الخبرة، بحكم ليزونسيان جوير اللي عندهم، بحكم الكم الضخم من الشباب اللي مارس الرياضه في تكسبت. نعم. حتى نحيوها مع باشا كندا وحسني. نعم. منخرطين يعني منخرطين يعطيك الصحه خيرين. نعم. وكاين شقايق فاجاتنا والصحن. نعم. شهداء كاين مفاجات. نعم. كاين مفاجات. نعم. مفاجات هي الشهداء وتكسبت. نعم. وليداتهم هذا ما لعبوا بوليداتهم وفريق ربي يبارك في الشهداء. المستوى الاظهر حي الصحن مستوى عالي. نعم. معناها في كما يقول لك تناسق تصاعدي. نعم. في ناس بشوي بشوي طلعوا. نعم. شقايق فاجاتني شقيق خطر هذه فجأة كما يقال بالنسبة للصحن كما يقال باللغة الأجنبية دوسمو ميسيرمو يعني يطلعوا ببطء ولكن بثبات يعني مستقر. نعم نعم تفضل. يعني زيد الدورة هذه الميزة تاعها في الفرق أنها كما يقول لك نقدروا نقولوها بالعامية استورد تجويرة من برا، كان اللي جاب من مغير وكان اللي جاب من جامعة وكان اللي جاب من تشوكروت. نعم. وكان اللي جاب من ورق لا كان اللي جاب من ورق لا. نعم. معناها دورة بحجم كنا ما كناش نتوقعوا في النجاح هذا احنا. نعم. والنجاح يحكم عليه جمهور ماشي احنا. نعم. احنا المقياس تاعنا ان كي ندخلوا للاستاد انا ولا عبد الرؤوف اكثريا متولي بالجمهور ونجي داخل معول على ربي ندخل للاستاد. نعم. لان كاين تنظيم خاص اخر وكاين تنظيم نصور الجمهور نتفاجأ بالكم. نعم. الهائل اللي هبط تاع الجمهور هذا وين كانت استجابه كبيره يعني. استجابه غير عاديه. نعم. انا غاشي وهذا كل مكان ما كانش الاماكن. نعم. المتفاضية مش يريحوا فيها. نعم. من تكفل سي عبد الرؤوف وجعفر تكفلوا وجابوا كمين تاع سميديه الفوق وهبطوها من يريحوا في الصورة هذيك وين داروا لهم التراب جديد نظيف لان بلاصه فيها الحجره وما كناش نتوقعوا حقيقه ما كناش نتوقعوا. نعم. رغم المشاكل ورغم العراقيل ورغم. نعم. ورغم ورغم ورغم. نعم. ما كناش نتوقعوا في النجاح الدوره هذه وين الجمهور اللي يحكم معناها المتتبعين الجمهور هو الفيصل. يعني دوره نجحت اعلاميا نجحت كرويا هناك بعض الاختلالات. نعم دوك نشير لها بعدين نطرقوا لها. نعم. شكرا سيد عثمان على هذه التوضيحات. اعود اليكم سيد بن عمارة. اكيد ان يعني دوره مثل هكذا يعني لازمها يعني تكون منظمه باحكام كبير. تنظيم مثل هكذا دورات يقودنا الى الامور الماديه يعني هل كانت كل الامور مضبوطه من الناحيه الماديه لمثل تنظيم مثل هكذا دورات خاصه انه العدد يعني عدد لا باس به 16 فريق هل الامور الماديه كانت يعني جيده حتى تمكنتم يعني من ايصال مثل هكذا دورات الى بر الامان وانجاحها يعني والله من ناحيه اكيد ان الامور لم تكن سهله يعني مكان حتى فريق صعد دفاع عنا سوارد باطل. نعم. فهمت مكان. نعم. حتى فريق دفع عنا. نعم. من ناحيه معناها ليس الفرق اللي تدفع. من ناحيه التنظيميه يعني اكيد انكم يعني المتطوعين عندنا متطوعين دي بينيفول يعني كل شباب القواطين كل تطوع الناس. نعم. كلها تطوع الشباب اصلا احنا الدوره كيفاش دخلنا لها انا اردت ان اقول ماديه مثلا حتى مثلا بعد الدوره من ناحيه التتويجات من ناحيه الجوائز يعني اكيد او ممكن كلش ما بالتطوع يعني والله تطوع. والله. نعم. دير الحي
وكان شوية ياسر، كان حلوياتهم من عائشة. نعم كان نجور متحية من هذا المنطقة. حلوياتهم من عائشة، كان نقل مسافرين عمارة، كانت سبيرة الدركي، كان شركة زبادي، شركة زبادي. نعم كان حما سبور، هذا اللي ناخذ نقولوا عليهم جنود الخفاء. حما حما ازاد سبور، هذه هذا من العطور معناها، هذا موني. كاين عمارة، كاين عبد الرحمن ناقص، عبد الرحمن ناقص بارك الله فيه، حتى نوجه له تحيه. معناها هذا مو كل ما كان حتى واحد عنده باه معلم، هذا مد وما يتكلموش. نعم لا كاين غير ازاد سبور. ازاد سبور، ازاد سبور ادم العطور. وكاين جلول، جلول الديكور، فن الديكور. نعم حتى هذاك. نعم فهمتني. كاين ياسر، ياسر مدونا معناها هذا يقولنا ماذا بكم تقولوا لنا شيء هاك، ما عطونا شويه. نعم ولكن كي نعطي لكل ذي حق حقه يعني. وهذا يعتبروا كما قلت يعني يعتبروا جنود الخفاء اللي اوصلوا كانت لهم الدور بعد الله عز وجل لايصال الدوله اللي يروحوا لا يعطينا. نعم والله نعم. جعفر بارك الله فيه اللي يروحوا له بينا وحدهم، كاين يجونا وحدهم يعني والله بارك الله فيه. لقيتوا الترحيب، لقيتوا المبادره، لقيتوا يعني ما نبركوش عن واحد معناها حتى شوي يروحوا له معنا عن خمسة سنينات وحوايج نسحقوها. كاين سفيان سبور حتى هو، حتى سفيان سبور دعمنا. نعم حتى سفيان سبور وما حب، وقال ما تقولوش ما تحدثوش بيا. نعم سفيان سبور. نعم سيد ابقى معك دائما سيد بن عمارة. ندخل الان من سؤال يعني مهم في الحصه. في الدوره هذه يعني كانت هناك مثلا الكثير من لا نقول تشحنات، ولا كثير يعني من ردود الفعل التي كانت نوعا ما عنيفه، خاصه في ميدان في مجال التحكيم. كان هناك يعني اخطاء في الدوره هذه، ونضع يعني تحتها ألف سطر كما يقال. كان هناك من يتهم انه التحكيم كان سبب يعني في تغيير، كان متحيز. نعم كان سبب يعني في تغيير كثير من النتائج يعني، خاصة بالنسبة يعني للمحليين يعني. لك سؤال موجه، قال لك التحكيم كان معناها مساهم في تتويج القواطين. كلمة يعني عن التحكيم بصفة عامة وعن هذه الأخطاء اللي وقعت في الدورة اللي أثارت أسالت كثير من الحبر يعني. يحكي لك النظرة تاعه ونحكيك لنا النظرة تاعه. نعم نبدأ مع الأخ، تفضل نبدأ مع الأخ عثمان. نعم تكلم عبد الرؤوف. تفضل. فيما يخص التحكيم، نعم الدورة بدأت يعني لا يمر لا يكاد يمر يوم إلا هو التحكيم يلقى الانتقادات في يعني. في العالم وكل تحكيم عنده النصيب الأكبر من الانتقادات. نعم في أي دورة بسيطة بشرط أن يكون هناك نقد بناء وليس الفار. في عهد الفار. نعم تحكيم الأكثرية يقول لك الجانب المظلم من كرة القدم. نعم هذه معروفة قصة هذه وين. نعم زمان حاب نقول لك الحاجة. تفضل. نعم عندنا المخيرين في جواره في باب الواد، في الواد المخيرين في الواد في باب الواد في القواطين جواره اللي عندنا مخيرين. كيفاش هذا مش يستحقوا التحكيم هذا مون؟ عندنا المخيرين كما ياسين بن عمارة، كما الروفة بالعيد، كما عامر جديدي، كما بنيامة من احسن قرادينات في الواد، ياسين بن عمارة من احسن اللاعبين في الواد. طيب واسمه يعني صار لنا مشكل تاع التحكيم هذا ويني مش من ماتشاتنا. عدنا حنا ليكيبات كمنظمين لاي كيب اللي تجي تلعب مع القواطين سيسون عبيضه نخافوا حتى نزل الامر ونشقاق في ماتشنا ونسحبت. اي كيب تجينا ونسيسون عبيضه نخافوا ذات، اقسم بالله كان نخافوا. معناها بلغتنا تنقصوا مرواحكم يعني. يا ودي قلت لك انساني، قلت لك بلغتنا نسيسوا فيها عبيضه، عايش نفسدوا لهم، عايش يفسدونا اللعبه حنايا. كان كيما كان واحد الماتش اقسم بالله كنت تمنيت ان خسرنا حنايا ذات، وزينا من الحديث وزينا من المشاكل. نظر لانه عينا عام التحكيم ومعاه منصوره وفريق تاعنا قوي يعني. القضيه اخذت ابعاد اخرى يعني. هو تفضل السيد. هو مش نتحدثوا عن نقطه التحكيم. نعم وقعت الواقعة في التحكيم أنك وقعت واحد المشكل ما بين جوير غني على التعريف معروف في ولاية الواد. نعم. محبوب جماهير. نعم. بدون ذكر الأسماء. نعم بدون ذكر الأسماء. وما بين الحكم الرابع والكل يعرف تفاصيل. نعم. مسؤول الحكام في دورة القواطين. نعم حتى هو مبلغ له التحية كي هو كي جوير هذا مش متغشش علينا أصحابي. نعم وقعت بيناتهم مناوشات طلبت العقوبة، لازمها عقوبة لأن الدورة كما تكون صارمة في العقوبات تاعها ما تنجحش، يوقع فيها انفلات. نعم واحد ثلاثة ايام هكاكا كاين جماعه واحد الجويره من القاره غلطوا مع الحكم عاقبناهم، تكلموا قال لك كيفاش انتم تعاقبوا في الجوير تاعنا وانتم عندكم فوضى في اخر ماتش قريب توصل التشابك بالايدي. نعم وما عاقبتهمش، قررنا باش نعاقبوا حنا بدون علمنا بدون علم عبد الرؤوف، لان كاين لجنه مختصه في الشيء هذا واني قرروا وعاقبوا وبي معناها كيما نقولك بالتنسيق مع الحكم الرابع
وبالتنسيق مع جوير. نعم. ونقول له جوير 50% ما نسقوش مع الحكم الرابع. وقال لهم الحكم الرابع انا غلطت ونتعاقبوا عادي. نعم. ما كان حتى مشكل. وعاقبوني انا رايح. المشكل الوحيد الغلطة الوحيدة اللي درتها لجنة التنظيم هي التشهير كما يقول لك. نعم. دورة معناها كما يقول لك ماهيش أجري معناها ماهيش مرخصة دورة عادية معناها دورة هاوية دورة خاصة بالجمهور تشمتع الجمهور برك. نعم نعم يتعاقب شغل وقت الفراغ اسم الحكم الرابع يذكر فيها اسم جوير عنده وزن في ولاية الواد ويلعب في فرق تشخيص الأشياء هذيك غضتهم الجماعة نعم نعم ونظرت واحد كما يقول لك فوضى نعم فيسبوكية نعم تضامنات خاصة واعتذارات وأنه الناس في الفيسبوك يعني واعتذارات ومع الغاشي كل مشحون يقول لك القواطين حابين يهزوا من أول ما بدينا الدورة يقول لك القواطين يهزوا الدورة يعني من أول دورة حتى قبل ما تصير الأخطاء التحكيمية والعين عليكم يعني كما يقال العين متحملين احنا نعم يعني كانت حملة تحامل عليكم يعني حتى من قبل ما تظهر الأخطاء هذه بدأت سمعناها هكا ومعنا انسحاب إعلامي من الإعلاميين تاعنا و... نعم وبدأت الحملة الفيسبوكية الكبيرة هذيك ويني شفنا احنا الدورة رايحة للهاوية نعم هذا في الدور الأول هذا في الدور الأول في الماتش الأخر تاع الدور الأول نعم نعم ما عرفش اش نديرو احنا قلنا لازم نكملوها الدورة درنا اجتمعنا مع بعضنا قلنا نعم. احنا بإذن الله احنا احتراما للجمهور احتراما للمشاهدين يعني بدات لازم تكمل الدورة نعم والله صدقني كما قالك الروفة كان كنا نتمنوا ان حي الفريق نجم باب الواد فريقنا انه يطيح حتى ينقص عليكم الضغط يعني يطيح نعم مش تستمر الدورة مش معاش الكلام حتى تستمر الدورة وينقص عليكم الضغط لانه كل الاسهم موجهة لكم يعني كينسحبوا الحكام وتعاقبات ونظك الفوضى هذيك واني الحكام اللي مجموعة الحكام تحالفوا مع بعضهم وتضامنوا مع الحكم الرابع وأنهم قالك ما نبطوش الدورة كلمناهم قالك ما نبطوش الدورة من حقهم الضامن ما تضمنش هذيك من حقهم قالكم شهرتوا بعضو من الأعضاء تاعنا حنايا تحس روحك قالك شهرت برئيس وفاق سطيف نعم. لا 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 رئيس مولودية شاف الخبائل لا لا غمضني تالي وين نمشي شهرنا بيانا رئيس أزمة سامحني رئيس اسمه حمار ودخلوه الحبس ورجعوه شهر به ورجع لا لا هذا مش انا ما درنا والو هو اللي قال معقبوني شوف عبد الرؤوف هو بدور تنقيس من ولا انقاص من الحكام ولا من اي شخص معين احنا في حصه هنا نذكروا في المشاكل اللي مرت على الدوره معناها بكل صدقه والله يا سي بشير فات علينا واحد ست ايام كان الدوره حالتها تشفت قسما بالله غضتنا روحنا خي كمل انا وصلت للمعلومه نعم نعم انسحبوا اللي في الاخير انسحبوا وكاين واحد الجهات معينه صدقني اتصلوا بالدزناف كان ماتش تاع الدزناف وحي ام سلمى قالوا لهم ما تهبطوش للدوره نعم ما تهبطوش في اخر الدور الاول هذا الماتش الاخر ما بين حي ام سلمى والدزناف مارس كان ما خلطنيش الذاكره والله اتصلنا بصديقنا كريم زغدان سيد الرجال عبد الكريم زغدان وشخ شخنا مجهور بالتحيه من هذا المنبر مجهور مش احنا اللي ساهموا في نجاح الدوره كل رام فوق روسنا نعم قال لك سيدي نهبطوا احنا رجعتنا ضغوطات كذا بصح احنا نهبطوا وهبطوا وجاي الجمهور وكمل الماتش عادي والدنيا كل ما لقيناش التحكيم عدنا احنا نفتشوا منهم شد التحكيم وصلنا لواحد الدرجه ان عدنا نتصلوا هذا بناء على المعلومات اللي وصلتني من المنظمين تاع الدوره معناها انا من الشاهد فيها شيء هذا وين قال لك لازمنا نكلموا الفرق نعرضوا عنها مثال فيصل البزكري ولا فوزي مراد ولا مثال فوزي اللاوس وجولهم تحيه هذا ما كانوا وجولهم تحيه فوزي اللاوس يعني هم اللي غطوا والله هم اللي رجعونا الدوره مرجعونا وهم اللي منعوا كما يقول لك قادوا الدوره هذه لبر الامان نعم بسلبياتهم بايجابياتهم بارك الله فيهم نعم البشر راهو يخطا أنا كل وهذا ما يعني حكام سابقين أم يعني سابقين قبل نعم نعم كان حكام سابقين ولا حتى فوزي مش حكام سابق الله أعلم المعلومة ما عنديش فوز اللوس هذا الانترنير تاع يعني السؤال يتبادر للذهن يعني بالنسبة للدورة هذه يعني على ذكر الحكام والأخطاء التحكيمية حتى وإن كان يعني بعض مشاركين في هذه الدورة حكام سابقين هل كل يعني اللي كانوا في الدورة هذه حكام سابقين أم يعني أم هناك حكام هاويين يعني
هم اللي ما كانش حكام الهوات، لانه حتى الحكم لما ما عندوش ما يكونش عنده خبره، يعني لما ما يكونش حكم سابق لا لا شادين عندنا من غير زمرة، عندنا من غير محمد الشاطر، محمد الشاطر لانه ما شدش تحكيم قبل، لانه معذر على المقاطعه سيد عثمان، لانه حتى بغض النظر على دوره ابو بكر الهاني حتى في دورات سابقه، يعني ممكن من بين الاشياء اللي خلت دورات سابقه لا تكتمل يعني الى بر الامان، انه يكون حكام في الدوره ما همش ما عندهمش يعني غير ملم مين بشؤون التحكيم، لما يكون حكم سابق في دورة يكون ملم بأمور كثيرة في التحكيم. كاين دورات مثلا لما تجيب حكام هاويين ممكن يعني كاين أمور تخونهم يعني يجهلوها، ما يؤدي بالدورة يعني إلى هذا الأمر يعني لأفسة كثير من الدورات. وصل لك الرسالة أن الحكام كما يقول لك الفئة الثانية من الحكام اللي شدتنا احنا الدورة كملتنا الدورة، نعم هم مأجورين، نعم وكما يقول لك انتحوهم تحية إجلال وتقدير، نعم. عنواش لأنهم هم منعوا الدورة من نعم. من من كما يقول لك من حافظوا ماء وجه الدورة، حافظوا ماء وجه الدورة، نعم. والجهود اللي قمنا بها كل ما راحتش، نعم. هذه في ما خص التحكيم اجتهدهم، نعم. ما مش تقول لك 100% هو جاي يمشي حايل غير نحايا من راسه، لهم أجر الاجتهاد يعني حتى وين أخطأ لهم أجر الاجتهاد، وخذ بعض الأخطاء تحب نطرقوا لها بتفصيل، تحب نطرقوا لها كان عندك أسئلة أخرى تفضل يعني حتى نضع المتابع كان حكم وقع في ماتش الرباح بدون ذكر الأسماء فقط الرباح ماتش الرباح نعم من شد محمد وخالد محمد شاطر وخالد الرباح والأصنام لا مش الرباح والأصنام الرباح والصحن نظن لعبت الله أعلم سيت الماتش نعم الرباح والصحن الرباح والصحن نعم كان هدف شرعي تم إلغاءه هدف شرعي تم إلغاؤه بناء على جيدي توش اجتهد نعم قال لك ارجع وكان الاخرين يقول لك بلي راهو ضرب في الجوير والجوير ذات هذاك دخل به الكره ومركاه نعم هذاك يعني هدف هذاك مشارك في الاكسيون يعني هدف هذاك كون سجلت كان تطلع للرباح نعم فهمتني ولا لا نعم كان تطلع الرباح والاصنام رباح الاصنام لان ما اشتخر ربحت الاصنام كان سيخلط امور المجموعه يعطيك صحه يعني. نعم تسبب في إقصار الرباح نعم وجماعة الرباح معناها بارك الله فيهم كانوا متفاهمين يعني طلعوا على أساس بلي راهي كان لعب النظيف نعم. وبعد لقينا بلي راهي كارتاتهم والأصنام قد نعم. درنا بيناتهم قرعة في الليل وتراثت الناس كله طلعت الأصنام نعم معناها كان فرق بارك الله فيها تتفهم الامر وكاين فرق ما تفهمش الامر نعم من بين الاخطاء اخرى يعني ايه من بين الاخطاء كاين اخطاء اخرى يعني في التحكيم ولا غير الخطا هذا يعني كاين الخطا تاع ماتش نرجعوا النقطه اللي افاضت الكاس كما يقول لك اللي افاضت الكاس بدايه التسلل رفض لا ماتش ما بين نجم باب الواد وشيقيك نعم من احسن الماتشات لا ماتش نجم باب الواد من احسن الماتشات مقابله اوفر في وعود من جانب الاثاره صح نديه غير عاديه نعم معناها جمهور متفاعل و وحنا متفاعلين وحتى الحكم كاين اللي قال لك برجليه معناها شغل مستمرك اللقطه الشهيره تاع فيصل البسكري نحسبوها علينا هذيك وقع خطا وفيصل البسكري اصبح على لسان كل الناس يتحمل مسؤوليته قلت له تحمل مسؤوليتك فيصل البسكري معناها بارك الله فيه حتى هو نقض الدوره بارك الله فيه مجهول التحيه نوجه الناس كل تحيه سواء اللي سبنا ولا ما سبناش نعم كانت رابحه الشقايق هدف لصفر مع القواطين هذا في الدور ربع نهائي في الدور النصف النهائي النصف النهائي نعم وكان ماتش معناها زيط زيره كبيره ماتش نار شعلة وقعت الواقع انها سجلت القواطين بيت واحتسب تسلل صح الحكم واحتسب بناء عن جيدي طوش بناء عن الرايه تاع جيدي طوش مساعد الحكم هو الغى الهدف هو اللي هز قال ارجي قال ارجي والحكم الرئيسي حسب الهدف حسب هدف الحكم الله اعلم احتسب الخطره الاولى هدف انا معذر مقاطع سيد عثمان حتى اللي نعطي لكل ذي حقه لانه حتى في المقابلات تاع المستوى العالي ديما اللي نضعوه في يعني الاتهام هو الحكم في قفص الاتهام هو الحكم الرئيسي وننساو الحكم المساعد مثلا يعني نشخص الامور يعني في الغلطه هذه الحكم المساعد هو اللي اخطا وليس الحكم الرئيسي حتى يعني الجماهير تكون يعني ما احيانا تكون اخطاء والناس كل تكون مشحونه على الحكم الرئيسي فيصل سفنا بيت كي شاف حما علاك جدي توش طلع نعم. طلع نعم تسلل نعم حبس فيصل لا مسفلاش البيت نعم راح سقساه نعم. قال له اسكو ضربت شفت ديفونسير ضرب الكره براسها ولا لا قال له ما شفتش كي فيصل
سنترال شاف الديفونسير ضرب الكرة براسه. الناس كل شافتها الديفونسير باينه. هو راه هدف شرعي. هدف شرعي. خاطي الصيغة اللي معناها بها هدف متعاود ضد مرماه المدافع مركز. لا 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 لا, لا, لا كسر الأرجية براسه. كسر الأرجية. الديفونسير كي ضرب الكرة براسه. نعم. كي رجعت التالي راحت الجويرة تاع لأن صح القاعدة تقول لما المدافع ترجع من عنده يتكسر الأرجية. يكسر الأرجية. نعم نعم نعم. محمد الجديتوش عليك هز الراية تاعه. على أساس أن المسجل كان في وضعية تسلل. شوف الحكم الرئيسي نعم هز يديه الله اعلم اعلن تسلل هذه بالنسبه للاعتقاد تاعي اعلن تسلل نعم من بعد عاود هبط يديه راح تشاور مع محمد الجديتوش قال له راهو ارجي هذا استقر على اغلى هدف هذا حسب الروايه تاع الحكام قال شفت انت الديفونسير اللي ضربها براسه قال له ما شفتهاش قال له ما له هدف ثم وقت الواقع مع شقايق وصلتنا معلومات معناها مين فيها حتى واحد قال لك كون يحايلوا علينا ولا توقع مشكل الحاجه ننسحبوا نعم وكان وقت الواقع ونسحبوا وكانه ما يسبوا يعني كيما قلت لك لا هو هي شوف نقول لك حاجه هو الاحساس تاع مع كل احترامنا للناس الشكايه الاحساس تاع الجمهور تاع الجويره في مقابله كيما يقول لك على الدربي هذه هم شي فتح ما يسموهم شي من بكري يقولوا فتح نعم ما. معناها شغل فيها مشاحنات كبيره لعبنا في الدور الاول وحتى وان كانت وحتى ان كانت فئه يعني دارت المشاحنه من الناس شقايق هذا لا يمثل الناس شقايق نعم نعم الفئه اشوف الجمهور ما كانش يتحكم فيه سيرتو في مواقع التواصل الاجتماعي نعم ما كانش يتحكم فيه كاين اللي يسب وكاين على ذكر ايه؟ التعليقات الغير لائقه ولا على ذكر انسحاب فريق شقايق اردت ان انوع على هذه النقطه حتى يعني لا نعمم على ناس شقايق كل يعني هذه فئه يعني حتى وان كان الفريق حتى وان كان الفريق يمثل منطقه شقايق يعني شوفني يعني متربي في تقريبا في شقايق عندي 12 سنه نعم. تقريبا في شقايق سكنت في الكاتسون في الرمال وعايش معاهم واهلي واحبابي نعم ما كانش اللي يسب لا لا مش لدرجه نوجولهم تحيه نعم. تحيه نعم. خاصه نعم ما يسبوش لا مش سبان ولا حاجه كاين شويه تجريح هكا مش من جماعه شقايق راهي كاين واحد البلايص اخرى ما كنتش توقعوها خطيها الدوره كان تجري مش تفسد الدوره وعلى بال عبد الرؤوف كان يكلموا في الدزنار يعني وكان لا مش شقايق يدي خفيه ساعد والله العظيم اقسم بالله كان كون ما جاش عيب معناها في حصه رسميه كان نعلي لك نجبد لكهم في كابتير دي كرون نعم نعم وتناقشت يعني سمحهم الله ايادي خفيه تسعى لافساد يعطيك الساعه أيوه نعم. هم الخاب الهدف تاعهم احنا الحمد لله يا ربي وكما يقال ما ربحوا غير العيب يعني اصلا ديت الدوره عن واش تقام الدورات في ولايه الواد صدقني ما يهمنيش التدريج الدورات تقام اكتشاف المواهب شغل وقت الشباب مع الافات الاجتماعيه هذا صدق شيء شوف عندنا احنا نسبه كبيره معناها من الشباب تاع القوطين تطوعوا في الدوره بدون ان نكلموهم جو وحدهم قال لك اخويا حتى احنا يعني متطوعين يعني. جو الروفه قالوا لك كيفاش اعطونا تينيات جهتنا خلينا نشرفوا جهتنا نعم وبعد ما تكمل الدوره بعد ما نكملوا احنا الماتشات كاين نور الدين غندير بارك الله بابا دين هذا الاب الروحي للقواطين هذا نعم بابا دين هذا يهبط الاستاد هو الجماعه نفس الجماعه حسين الرويحه حسين الرويحه عيسى بو سعديه عيسى بو سعديه شريط شريط خميسي ميسي نعم نعم علي خالدي زيبا شريط وهذم على سبيل الذكر لا الحصري بلال فقيري بلا شوف شباب هذا متطوع بدون مقابل بدون عبد الفتاح ايه يزيد عبد الفتاح الغزال عبد الله توحه عبد الله الرويت عبد الله الرويت عبد الله الرويت متطوعين بكل معناها كما اقول لك معناها متطوعين هم نعم من تلقاء نفسهم معناها بلا ما نقلموهم معناها بمحض ارادتهم بمحض ارادتهم نعم قال لك احنا الدوره هذه وين لازم يكون عندنا نصيب من التنظيم نعم حتى احنا يا سيدي شرف للقواطين وشرف لنا نعم وجماعه من حي ام سلمى حي ام القواطين ماجورون على ذلك يعني ماجورون نعم ولا طلبوا لا حمد لا قالت لا تحب النص اللي عاونوا فينا من ام سلمى انا حي واحد اللي هو ام سلمى انا قواطين انا ام سلمى ما نحسبهاش ام سلمى نعم قواطين يقولوا قواطين مع بعضنا النص اللي عاونوا فينا كلهم من ام سلمى بارك الله فيهم يعني واي انسان من قريب او بعيد يعني نوجه له تحيه يعني وكاين اشكال اخر في عن واش قلت لك القطره اللي افاضت الكاس تاع ديمي فينال كاين مشكل اخر قبل وقع لنا احنا وحي الصحن في ضربات الجزاء ضربة الجزاء زيد للتذكير بركة ماتش تاع شقايق والقواطين نعم قبل ما نعدلوا احنا قبل ما تعدل القواطين الكف هذا قبل ما نعدلوا البيت وقبل ما تمركز شقايق البيت تاعها الاول
كانت هناك ضرب جزاء حقيقية بالإجماع جماهيريا تحكيميا الحكام اللي سحبوا تغاضى عن إعلانها الحكم يعني، وقال الحكم راهي ضرب جزاء بصح الجس اللي دارها لجوير عيط قبل حتى ما يعفس عنها جوير، وكأن سمينا ألغاها وكأنها تمويه ما تكلمنا ما تكلموش عنها، اعتبر الحكم تمويه يعني. أعطيك الصحة. نرجع للحدث تاع الصحن، الصحن في ضربة الجزاء خرج التعادل أمبارتو أمبارتو في ضربة الترجيح، ضربة ترجيحية. نعم. كان واحد الحالة وقعت في الضربة الثالثة، ثالثة للصح الأولى الأولى لا ثالثة ثالثة الأولى تعيسين الله أعلم تعيسين والله أعلم خرج الجردية الأولى خرج القانون مش يقول أعطيك الصحة. عندك الملعب متر ونصف أو حاجة ما أكلنا يو كان الفيديوهات وكان تصور، لأنه في ضربات الترجيح الحارس لازم يتحرك قطريا يعطيك الصحة ما يتحركش أماميا ما يتحركش أماميا الحارس عندي في القانون الجديد في الماضي كانت عادي شوف في الماضي كانت عادي الفيديو أوعدنا تحب نوريه لك الفيديو وتحكم أنت معناها كشخص محايد. نعم خرج قبل ما يقذف الكرة جوير تاع حيبة بالواد خرج بميترا وجبدها الكرة اجتهاد من الحكم قالك القانون ما يسمح لا شيء يخرج ألغى البيت وعاوده وتمرك البيت وعلى ما أعتقد في بداية الضربات الترجيحية مش في النهاية نقول على ما أعتقد سيد عثمان معذرة مقاطعة حتى إن تقدم الحارس ضربة جزاء وضربة الترجيح تعاد إن تم يعني توقيفها من الحارس، أما إن كانت سجلت يحتسب الهدف في القوانين إذا لم أكن مخطئ. لو يتقدم الحارس في ضربة الترجيح وتسجل الضربة أعتقد أنها لا تعاد إلا إن لم أكن مخطئ. تعاد معلومة هذه ما عدناش تعاد إلا إذا تم نحكي لك تعاد إلا إذا تم التصدي من طرف الحارس. لا نحكي لك لم أكن وقع في الدورة شو وقع في الدورة هذا هو اللي وقع في الدورة. هذه بتاع. الحالتين الحالة تاع الصحن والحالة تاع الشقيق تاع الهدف التسلل هذه وقعت المشكل الكبير. نعم. وخفنا معناها بعد ماتش الشقيق أنه كان إخوة أفاضل وأصدقاء أعزاء تصلوا شخصيا تصلوا بليفربول وعندهم مسيرة قرابة حتى الفكرة هذه عندهم مسيرة قرابة حتى الفكرة الأسامي من أندية أوروبية فكرة يعني فكرة جيدة وعندهم مسيرة مع بعضهم تصلوا بهم وقال لهم ردباكم تهبطوا عم يحايلوا عليكم ما تهبطوش. نعم. بصح نقدموا تحية حتى هي الفريق ليفربول. نعم. وعاود جي الديمي فينال ولعب ديمي فينال مع دزناف. مع دزناف وكان ماتش رائع. نعم. ما فيه شيء مشاكل خرجة الروح الرياضية المنتصرة يعني. المشكل نعم. الوحيد اللي وقع في الدورة أن في ماتشات حيبة بلواد هذا هو المشكل. نعم. تحكيم ديما راهو مع حيبة بلواد. نعم. عودة شكرا للسيد عثمان على كل هذه التوضيحات. بالعودة إليكم سيد عبد الرؤوف، أكيد أنكم يعني بعد انتهاء الدورة ووصولها والحمد لله إلى بر الأمان بسلبياتها وإيجابياتها أكيد أنكم في المستقبل يعني في دورات ستكون في المستقبل أكيد أنكم استفدتوا يعني الدرس من السلبيات هذه الدورة وعندكم خطة عمل لتفادي الوقوع في مثل هكذا سلبيات أو على الأقل التنقيص منها يعني. تفضل يعني. والله إن شاء الله يعني بإذن الله إن شاء الله كما كل دورة تعلمكم يعني كما يقال بإذن الله إن شاء الله. نعم تعلمنا إحنا ماذا بينا تحكينا عن نتحدث على الإذاعة الربي. نعم. على الإذاعة هنا كما استاذ هنا كاين نقطة سوداء أخرى أنا جايينها أنا جايينها تفضل احكي لي جاوبني عن النقطة هذه أنا جايينها نعم أرضية الميدان. نعم احكي لي عن النقطة هذه يعني هل لديكم مثلا استراتيجية عمل بحكم أنكم منظمين مع الأخ عثمان مع بقية المنظمين لي في الدورات القادمة يعني تفادي الأخطاء التي وقعت في مثل هذا الدورة بإذن الله إن شاء الله ما عادوا شيء ما عادوا شيء أو على الأقل التنقيص منها مع التحكيم هنا كانت نقطة سوداء للدورة هذه ما نكذبش عليك التحكيم نعم. ما حبيناهمش يروحوا التحكيم كنا قادرين نجوا نتفاهموا في بعضنا علاش تروحوا وأنتم تروحوا ديروا علينا الكريف وتفاهموا في بعضكم وتضامنوا مع الحكم اللي عاقب روحه نرمموا هاي نتفاهموا في بعضنا نرمموا أنا أصحاب وعلى ذكر التحكيم سيد تربص سيد اي ما عليش هذا متربص يقولوا عندنا تربص انتم مثلا انا مجرد اقتراح من عندي انا مثلا الدورات القادمه لماذا لاني لو تكون هناك انتم منظمين في الدوره صراحه ولكن لماذا لو تكون هناك مثلا لجنه خاصه بالتنظيم انتم معناها تجبدوا رواحكم الامور التنظيم تحكيميه تكون لجنه خاصه بالتحكيم هي اللي تتكفل بكل ايجابيات وسلبيات التحكيم في الدوره تاعكم انتم يعني تنظموا اشياء اخرى يعني حتى ما تزيدش عليكم يعني الثقة للمسؤولية والله ما كانش لجنة خاصة بال ناس يكونوا ناس ثقة ناس الناس كلها راهي متطوعة الناس كلها ذي رحومة ما كانش الناس كلها الناس خدامة أرواحها
تعني رانا خدامه الناس كلها خدامه منه قاعد في خدمه الاستاذ لا او حتى انا مجرد وجهه نظر فقط. حتى الامور لما تكون فيها الامور تاع الماده قليلا الدوره تكون ناجحه اكثر على انا ما حتى التطوع الامر هذا التطوع شويه يعني يدخل فيه من هب ودب يعني كان مثال كان واحد لجوه لازم الامر هذا سامحني كان واحد لجوه لازم تكون في الدوره نعم. امثال جعفر بوسعديه لازم يكون في الدوره لا اوجه امثال حماشاطه نعم. لازم يكون في الدوره نعم. امثال عيد حموده لا لازم يكون في الدوره لا نتكلم عن اعمده كره قدم في الواد او الرياضه نتكلم بصفه عامه يعني لما تكون دوره تطوعيه بغض النظر عن الناس يعني اللي ساهمت في الدوره بطريقه جيده وكان ممكن تكون هناك اشخاص يعني مع احترامي لهم ما تكونش عندهم علاقه بالتسيير هذا ما يؤثر على مثل هكذا دورات لا تو جماعة التسيير هنا كل هذا اللي يعاونوا فينا هذا وكلهم مساتذة واحد مدير واحد مدير تاع مدرسة واحد راهو استاذ رياضة استاذ رياضة ثلاثة أربعة ما فهمتش مقصودي سيد واش قالك هو فهمتش عبد السيد عبد الرؤوف أنا أردت أنك تسير مدرسة زي وتسير دورة في كرة قدم زي آخر يعني بشكل آخر قادر تجيب مسؤول يسير مدرسة ما شاء الله ولكن عندما يتعلق الأمر بدورة كروية تفرت من يده الأمور يعني مش كيف واحد رياضي مش كيف واحد يعني بعيد عن الرياضة حتى وإن كان مثقف وحتى وإن كان من أهل يعني للتعليم أو من أهل هذا ما أردت قصده يعني عم جاي قالك لازم لجنة محايدة نعم لجنة مش ما يتكلم حتى واحد خاصة بالتحكيم يكونوا فيها ناس عندهم خبرة بالتحكيم حتى هنا التحكيم هم التحكيم تاع الرابطة اللي شادين التحكيم تاع الرابطة صباح هنا شادين محايد ما فهمتش قصدي انا حبيت نقول لك لجنة التنظيم انتم مثلا لجنه تنظيم تحكيم انتم ما تدخلوش اموركم شؤونكم في التحكيم خلاص انتم تهتموا بامور اخرى انتم تهتموا بامور اخرى لا الاشياء هذه الاشياء لما تقولوا مثلا احنا بحكم انه القواطين الضغط على القواطين انه الحل التحكيم متحيز معها الاشياء هذه قلقتكم يتقلقنا ساعات واحد يقول لك هذا ما اردت قوله يعني انتم يعني لا تخلوا المسؤوليه على ساعات واحد من الجمهور ساعات واحد من الجمهور يقول لكم انتم منظمين كيفاش تجيو مع القواطين نعم هذا ما اردت قوله لما تكون سامحني شوي لما تكون سامحني تشوفيه من القرين لما القواطين لما تكون لجنه تحكيم حتى انتم حتى بغض النظر على المنطقه اللي منظمه الدوره لما تكون لجنه تحكيم هي اللي تتحمل مسؤوليتها بايجابياتها وبسلبياتها انتم يعني تكونوا كمشاركين في الدوره وحتى وان كنتم منظمين الدوره تكونوا يعني الضغط ما يكونش عليكم مش دير في بالك سي بشير هذا ما رد قوله يعني التحكيم ما كاين حتى واحد عنده علم بالتحكيم من المنظمين تاعنا ولا من الاعلاميين ما كاين حتى واحد عنده علم بالتحكيم والله ساعات نشوفوا يعني حسب كلامكم يعني كانت هناك ضغط كبير عليكم خاصة انتم يعني انتم منظمين وكل الاصبع يعني القفص الاتهام موجه لكم انه التحكيم معاكم هذا ما رد قوله يعني قلت لك حبينا نطيحوا ذات مش نريحوا ذات يعني الوقت حابين ننتهي من شرعي كلامكم هذا دليل شدة الضغط اللي كانت مفروضة عليكم هي معكم احتراماتي هي دورة تاع أحياء نعم أنا واش مش يكون ضغط كبير بالنسبة لي أنا موالف في ضغوطات العمل أكثر من هذه الشيء ودير في بالك دير شيء بك الكلام البشع مش مليح فريقنا المخير ثانيا عندنا فريق والله مخير نعم أقسم بالله وليدات صغار والله ما شاء الله عليه دورة خلقة ذات من أجل امتاع الجمهور من أجل إبراز المواهب نعم شغل يعني الكشافة تاع ولاية الواد بركة أنا يحكوا كشافة كل يجوا يتفرجوا في الدورة جوير هذا كوني مليح جوير هذا كمليح هذا كوني يبدو يتفاوضوا نعم معناها كما يقول لك معناها ايجابياتها اكثر من سلبيات كما هنا العام هذا عندنا زوز راحوا للعشاش نعم عبد الرؤوف يسيب رمضان يسيب بن عمار راح للعشاش هذا الامر ابقى معذره سيد عثمان ابقى معكم فقط سيد نعود للسؤال السابق يعني هل لديكم يعني استراتيجيه عمل لتنقيص مثل هكذا اخطاء يعني ما كملتيش الجواب تاعك يعني جواب لا انا كان عن مشاكل تاع العام اللي فات واحد من الناس يزيني ذات لا مش المنطقة بتحدد مش لدرجة الضغط لا والله لا وصدقني بالله اقسم بالله الدور هذه غير خسرنا ياسر ناس يجوك مثال عندنا ياسر مشاكل عز الناس تاعنا اصدقاء تاعنا الصحن ماذا بيا انا فريق الصحن ما يصرى لي معاهم حتى مشكل لا خسرتهمش مثلا والله عز الناس ماذا بيا ما يصرى لي معاهم حتى مشكل عز الناس لا تبقى رياضة يعني عز الناس ثاني ناس شقيق عز الناس علاش لا باذن الله ازمة كي نقول لك ماك ما تنساش حتى انا نغرى الجهة اخويا ماذا بيا انا اخويا ما نهبطش منظم نهبط اخويا مع ذي الرجال لا حتى وان كانت التشحنات تبقى في حدود الملعب يعني لا باذن الله الملعب شوف كل ما في الدوره يقعد في الدوره نعم تكمل الدوره تتنسي نعم شفت الماتش تاع الانسحاب تاع الشقيق
منين قال لي واحد قال لي راهو الجمهور الجمهور السوفي راه 24 ساعه زيد عمر صاد اكثر وقت كان هذاك هو الواقع في الديمي فينال الثاني جاي الجمهور كبير والناس راه مشكل ثاني والناس راه مشكل زيد اكثر الجمهور عارف شوف وكان تاخذ البوز والناس راه مشكل ثاني زيد احنا شحنه نزيد نوقفوا على الدوره كاين واحد المنشور يعني زيدكم شحنه اللي رفع التحدي اودي شوف كاين واحد المنشور لا سامحني شويه عثمان توك يجيك مثال يجيك معناها يجونا جماعة كبار كبار تاعنا تاع القواطين الحي يجوا من الخمس حطوا كراسيهم ويريحوا ذرا صغار يجوا بكري حطوا كراسيهم ويريحوا يجيك مثال تحكيم ولا يجيك كيب تبدا تفسد عليك ولا يجيك كيب تنسحب والله يغيظوني هناك الشباب الكبار اللي يجوا يتفرجوا يجوا من الخمسة حسوه بالحقرة ذات كيب وشي كيب تنسحب علاش تنسحب وذرا صغار والناس لا لا والله والله العظيم غير نحس رواحنا اش بيك قسما بالله نعم تنغر على الجهات شوف كبار والله نوجه لهم تحيه تاخذك الحميه انا على والغيره سيد سيد بن عمر ابقى معكم دائما دوره ابو بكر الهاني يعني هل لديكم يعني استراتيجيه عمل لعدم جعل هكذا دوره خاصه بكره القدم فقط بل لماذا لا لما لا في المستقبل مثلا تكون عندكم اكاديميه خاصة صحيح الكلام هذا ممكن ما يكونش في المدى القريب أو المدى المتوسط حتى في المدى على المدى البعيد يكون إن شاء الله تكون عندكم أكاديمية لإنتاج المواهب مثل أكاديمية بارادو صحيح ممكن أي حاجة تبدأ كفكرة ولما لا تجسد على أرض الواقع والله عندنا فريق حباب الوادي لا تبقى يعني دورة فقط يعني دورة وتنتهي دورة وتنتهي عندنا فريق حباب الوادي عندنا في كادي وفي مينيم وفي عندنا هنا في فريق نجمة بالواد عندنا فريق نجمة بالواد لا على الأقل تكون يعني جهودكم كاملة مثلا حتى بالتنسيق مع أطراف أخرى مع دورات أخرى تكون كاينة يعني مثلا لما لا ولاية الواد سوف في المستقبل تكون كاينة أكاديمية أو أكاديميتين لما لا تصدير المواهب مثل تجربة بارادو أكاديمية أصبحت خزان الفريق الوطني صحيح ممكن لما تقولها الواحد يضحك عليك ولكن لما لا تجسد في المستقبل حتى مستقبل بعيد يعني مشكل تاعك ليس قريب المتوسط المشكل اللي صار في ولايه الواد نعم مشكل عميق جدا مشكل هذا ويني معناها كما يقول لك من بكري نعم احنا المشكل تاعنا ان لي زونسيان جوير معناها اللي عندهم كما يقول لك اللي عندهم باع في الرياضه في ولايه الواد مع كل مع احتراماتي لبعض الاشخاص نعم يدخلوا في الصغيره والكبيره في اللي يخصهم ولا ما يخصهمش اعطيك ساعه دوره نعم. بسيطه وهذه تلقاه يدخل عند وزيد عندهم شيء عندهم عندهم تأثير كبير على الجوار نعم مشكل ولاية الواد هنا في تأسيس أكاديمية راه ما ينجحش على المدى البعيد ليس لا نعم. شوف فاهم العقلية تاع الرياضي السوفي لهنا عقلية محدودة حتى عقلية رجال أعمال عقلية محدودة صراحة عقلية محدودة رجال أعمال يعني عقلية محدودة مع احترامي كأشخاص يعني عقلية حدثنا في الموضوع هذا وين قلنا علاش هنا لي زونسيان الجوار تاع ولاية الواد ولا الرياضيين اللي عندهم باع في الرياضة معناها اللي عندها كما يقول لك كارير في الرياضة علاش ما يجتمعوش مع بعضهم يخرجونا نقولوا ما يخرجوناش شي فريق كما ليون اولمبي والواد كاين فريق جاهز نعم كاين فريق جاهز النقطه هذه المهمه في الحوار اليوم نعم مش نطرقوا لها تفضل نعم تفضل احنا ما نحتاجوش نواه فريق تو كاين فريق جاهز اسمه الاتحاد السوفي العشاش حي العشاش شرف الولايه وصعد مش هو شرف تاع الولايه عندي نعم. بالنسبه لي انا هو فخر الولايه رياضيا هو اللي مثلنا هذا الفريق اللي يشارك لاول مره في القسم الثاني معناها عندنا نظن من 2003 ما طلعتش حتى كيب من الواد ولا الله نعم. اعلم من 2003 من اللي طلعتش كان صحوا لي معلومه ساحقت في السعود نعم في الاتحاد السوفي عنده مشكل كبير عنده مشكل الصاد واولها ارضيه الميدان ارضيه الميدان موضوع في موضوع ارضيه الميدان نعم. كيفاش معناها استاد كلمة تاع القواطين يسموا فيه غوط انا مشيتش كلمة تاع غوط لا نسو نقولوا ملعب فردية نعم فهمتني نعم. ولا مخدوم بالخدمة بالصيغة هذيك واني الجيل السادس الجيل كما يقول لك بالغازون سيزيام جينيراسيون نعم فهمتني ولا لا علاش ما يجسدوش الامر هذاك اللي خدم السيد اللي خدم هذا يروح يخدم استاد على بالك ما سمعنا سبعة ايام مدة الانجاز تحدثنا وسيد قال لي راهي اسبوع تكمل خاصة كل المؤشرات توحي بان ممكن الاتحاد السوفي يستقبل في بسكرة يعني الاتحاد السوفي راهو يعاني ماديا يعاني نعم هذه نوجهوا من منبر قناة التحرير نوجهوا يعني نداء للوالي للاخذ بعين الاعتبار وضعية الاتحاد السوفي الذي يشرف الولاية فخر ولاية الواد في كرة القدم يستغيث هو ليس مطالبه ليست كثيرة هو بحاجة إلى ملعب يستقبل منافسيه لا أكثر ولا أقل يعني نداءنا نوجهوا من منبر قناة التحرير شوف خدموا استاد
علاش فريق عريق كما تاع الاتحاد السوفي اللي يمثل جميع السوافة يروح تقول تستقبل ولا يروح تستقبل ولا يروح بسكرة؟ كيفاش الجمهور باش يتنقل؟ الجمهور جمهور خدام في السوق، واحد خدام استاذ، واحد كذا عنده مثال الويكند يشتي يروح يتفرج على الكره، عنده حب للكره. علاش نحرموه؟ علاش نروح عند بلاصي من هنا تقول مانيش عارف اسك نوصل ولا ما نوصلش؟ علاش نحرموه يعني؟ علاش نحرموه جمهور؟ هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الرئيس راهو تعب ماديا. الرئيس الرئيس يوسف صخر نوجهو له تحيه، ليقوم بجهود كبيره يعني. لا ما تحدثش في الموضوع هذا بصحه، معناها الجماعه المحيطه تاعه قال لك راهو تخايمد. نعم صح ياسر. عندنا رجال اعمال كبار هنا في ولايه الوان، عندنا رؤوس اموال تنده لها الجبين، ما كانش واحد يبيض ولا يمد يا ودي مد دراهم عاون. زيد الرساله لوالي ولايه الواد. نعم والي ولايه وهران في لايف معناها مباشره. نعم اعلن انه مد المولوديه وهران 14 مليار و 13 مليار 23 تعهد ب لا 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 دفع الديون يعني يفهمني فريق المولوديه مد، وقال لهم كي تقدموا النتائج نزيدكم. نعم احنا حابين والي ولايه الواد السيد رجع حتى وان كانت المولوديه له له معذره فقط، حتى وان كانت المولوديه اكثر علاقه من الاتحاد السوفي، ولكن الاتحاد السوفي معليش ما قرنوش ما يبقى فخر كره القدم في الولايه. نعم ولايه عدد سكانها 980 نعم الف نسمه. نعم بعد التقسيم الاداري الاخير هذا واني كنا لحقين قد قسنطينه، قسنطينه فيها مليون و200. نعم الواد كانت فيها مليون و200، وادريخ كي نحوا علينا عدنا 980. نعم 980 الف نسمه نقولوا مليون احنا. نعم ولايه فتيه تقسيم نجت عن التقسيم الاداري عام 1984. نعم كثافه سكانيه غير عاديه، تطور رهيب. نعم في شتى المجالات، في شتى المجالات غير الرياضه قاعده تتالي. نعم امور ماديه تطورت الواد، رجال أعمال بالألاف. نعم أنا نشوف الولايات كبرى نلقوا فيهم بالألاف. نعم ما كاينش واحد يدعم فريق يدعم الرياضة. نعم الرياضة لشبابنا. رسالتك وصلت السيد عثمان. نعود يعني للسيد بن عمارة، هل لك ما تقول في هذا الأمر يعني خاصة هنا في الكواليس؟ كما يقال قلبك باين معمر يعني الكواليس. احنا كنا العشاش. تفضل يعني تفضل. نعم هذا رانا كنا العشاش. خاطر يعني عندك ما تقوله في خصوص استقبال العشاش ممكن في بسكرة بحكم عدم جاهزية الأرضية؟ والله والله عيب الاتحاد الرياضي يشوف العشاش بيستقبل في بسكرة، والله كان عيب. عار عار سمو بالله تروح شوف تقول تشوف استاد تاعها مقصع تبسها بس تدخل الاستاد اقسم بالله كان متعه ذا. نعم تروح تصيف وترجع في الاستاد بس. نعم والله تروح تصيف تروح تشوف استاد تقولت والله متعه، احنا استاد ما عندناش حتى تربيل سمح ارضيه. نعم سمحه. نعم والله كان دمار ذات. نعم انا نروح نتفرج على التضامن، نروح نتفرج عن العشاش، انا نروح نتفرج عليهم والله كارثه ذات. نعم اي العام هذا فيه الحراج فيه فيه كبات سمح نجي نتفرجوا عنه. نعم مغبونين هنا ما عندناش الكره هنا في الواد. نعم اكيد نلعبوا اللي كبات سمح نتفرجوا عنها في القسم الثاني من بعد. نعم نروح نتفرجوا عنها في بسكرة ان شاء الله. يعني ان شاء الله من هذا المنبر يعني السيد الوالي يعني يتخذ الاجراءات اللازمه لمساعده فريق الاتحاد السوفي اللي تسمح له انه يستقبل على ارضيه ميدانه وعدم وتجنب زيد الدعم المادي استقبال خارج ميدانه. الدعم المادي الوالي من حق. نعم من حق الفرق، خاصه انه الفريق الان اصبح على بعد خطوه من القسم الممتاز يعني لازم لم يصبح في 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 اقسام سفلى، ماهوش موجود الان في اقسام سفلى. من يعني حق الفرق فريق على بعد رياضيه يعني انها تهز المبلغ مالي محترم. نعم بدايه موسم ما كانش دراهم. نعم على كل حال نتفائل خير، وإن شاء الله من هذا المنبر من منبر قناة التحرير وبالخصوص حصة سكور سبور نتمنى أن تجد كل هذه النداءات أذان صاغية من الوالي لسيادة الوالي لكي يعني ينقذ فريق تحسوف ما يسمح له بالاستقبال داخل أرضية ميدانه. في نهاية هذا العدد من حصة سكور سبور دعوني فقط متابعي الكرام متابعي حصة سكور سبور أذكر بأنه أول أمس الثلاثاء كانت انطلقت كأس العرب للمنتخب تحت المنتخبات تحت 17 سنة التي تنظم في الجزائر. بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري الذي يتواجد في المجموعة الأولى فاز في الجولة الأولى على منتخب فلسطين الشقيق بخمسة أهداف لصفر. في نفس المجموعة المنتخب السوداني فاز في نفس مجموعة المنتخب الوطني الجزائري المنتخب السوداني فاز على الإمارات بهدفين لصفر. بالنسبة لنتائج الجولة الأولى في بقية المجموعات، في المجموعة الثانية المنتخب التونسي تعادل مع المنتخب الليبي بصفر لصفر. في نفس المجموعة أيضا اليمن فازت على سلطنة عمان ب3-0. في المجموعات الأخرى المجموعة الثالثة جزر القمر فازت على موريتانيا 3-2. المغرب انهزمت أمام العراق بهدفين لهدف.
لحساب المجموعة الرابعة المنتخب المصري فاز على المملكة العربية السعودية بثلاث أهداف لصفر، والمنتخب السوري تعادل سلبيا 0-0 أمام المنتخب اللبناني. بالنسبة للجولة الثانية المنتخب الوطني اليوم سيكون يوم راحة، الغدا المنتخب الوطني الجزائري سيخوض ثاني لقاءاته لحساب الجولة الثانية أمام شقيقه السوداني ابتداء من الساعة 8 ليلا. للتذكير الدورة تقام في ملعبي سيج ومستغانم. بالنسبة للأخبار أخرى رياضية، اليوم كانت هناك قرعة دوري أبطال أوروبا، الريال حمل اللقب في المجموعة السادسة إلى جانب شختار دونيسك سلتك الأسكتلندي وشختار دونيسك الأوكراني سلتك الأسكتلندي وليبزيغ الألماني. الوصيف ليفربول وصيف النسخة الماضية في المجموعة الأولى إلى جانب أجاكس أمستردام الهولندي نابولي الإيطالي ورانجرز الأسكتلندي. بالنسبة لفريق برشلونة الفريق المحبوب لدى ضيفين الكريمين سيد بن عمارة والسيد فريق القلب للضيفين الكريمين سيد بن عمارة والسيد عثمان في المجموعة الثالثة إلى برشلونة في المجموعة الثالثة إلى جانب بايرن ميونخ الألماني وفيكتورز فيكتوريا بيلزن المجري أعتقد وأنتر ميلان الإيطالي. كلمة فقط باختصار عن مجموعة فريق القلب فريق برشلونة. والله مجموعة صعبة، برشلونة المستوى تاعها مذبذب معناها مع الفرق القوية تقدم في مقابلات المدة الأخرى هذه مقابلات جميلة، ومع الفرق الصغيرة تعثرات كبيرة. نعم باختصار معناها وزيد برشلونة هذا مشكل في كما يسموا الجمهور الإسباني والجماهير العربية يسموا في البقرات المقدسة. نعم معذر على الوقت فقط باختصار فقط، من ترشح في هذه المجموعة بحكم أنه برشلونة فريق القلب؟ برشلونة لا الفريق الآخر بايرن ميونخ بدون عطف. برشلونة بايرن ميونخ نعم ولا بايرن ميونخ هو رشحه الأول وبرشلونة لا انتير بيناتهم ما كاش لأنه مستوى متقارب. نعم قبل أن أختم فقط أيضا أذكر حتى لا أنسى أذكر أنه في بطولة حاليا تقام بطولة إفريقيا لكرة يد الأوسط في رواندا، المنتخب الجزائري تأهل إلى نصف النهائي وضمن مشاركة في كأس العالم الأوسط. مشوار المنتخب الوطني الجزائري في الدور الأول فاز على الكونغو برازافيل 31-30، فاز أمام المنتخب الليبي الشقيق 38-23، وانهزم أمام المنتخب المصري الشقيق متصدر المجموعة ب 39 إصابة مقابل 27. أيضا فقط البارحة إسلام سليماني أمضى في نادي بريست الفرنسي، سيكون رفيق بلايلي وبالقبلة، أمضى على عقد يمتد لموسمين في نادي بريست. أيضا قبل أن أختم اختتمت أمس البطولة الإفريقية للسباحة في تونس، والجزائر احتلت المرتبة الثانية خلف جنوب إفريقيا المتصدر ب 10 ذهبيات 11 فضية وخمس برونزيات. في الأخير متابعي قناة التحرير، هذا بشير مساوي وحييكم إلى عدد آخر من حصة سكور سبور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.